استهانة أي مواطن بأحد حقوقه الدستورية فهو بالتأكيد تقليل من شأن المواطنة ودورها في بناء واستدامة وحيوية المؤسسات الدستورية، كما أنه من أهمية دور المواطن في العملية الديمقراطية وفي أحد مفاصلها المهمة. المواطنة هو شعور يصحبه تصرف، بمعنى أن يشعر المواطن أو المرء بأنه يحب الدولة التي ينتمي إليها، يشعر بالغيرة على مصالح هذه الدولة، يحزن لفقدان هذه الدولة أي جزء من أراضيها أو من ثروتها. هذا الشعور يصحبه تصرف بأنه يتصرف بطريقة يعني تخدم مصالح هذه الدولة. يحاول عندما في عمله، في دراسته، في تصرفاته، يحاول قدر الإمكان أن يبدع خدمة لهذه الدولة ويعني نهضة لهذه الدولة، فيتصرف بطريقة لا يقبل أي إهانة لها، لا يقبل أي نقص في ثرواتها، في أي اعتداء عليها. انتخابات برلمانية جديدة من شأنها أن تضخ دماء جديدة في عروق السلطة التشريعية، فإن على كل مواطن أن يحسن اختيار مرشحه وأن يشارك في العملية الانتخابية وأن لا يتخلف عن ممارسة هذا الحق. الانتخاب بالتأكيد هو حق قانوني، ولكن الشق الثاني منه أو الوجه الآخر هو واجب وطني، فبالتالي القانون لن يحاسب من لا يقدم على الانتخاب، ولكن وطنيا الإنسان لابد وأن يتفاعل مع هذا الحدث. العلاقة بين الانتخابات والمواطنة علاقة تكاملية، والانتخابات في أوسع معانيها هي سلوك سياسي يمارسه المواطن في ظل مناخ وبيئة اجتماعية وسياسية مشجعة ومساندة، يقوم من خلالها باختيار من يرى أنه الأجدر على تمثيله للمساهمة في صنع القرار السياسي الذي يمس حاضره ومستقبله. دلال أبو الحسن، تلفزيون دولة الكويت.